السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. عقد الوزير الأول الموريتاني محمد البلال اجتماع الخميس باللجنة الوزارية الخاصة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في معالجة فعلية وناجعة ومستدامة لمعضلة النفايات الصلبة في مدينة نواكشوط. وتحدث البلال عن فوضوية واضحة في عمليات نقلها وطمرها، حثا على حل مشاكل الساكن المتواجدين بالقرب من مواقع دفن هذه النفايات. وطلب الوزير الأول الوزراء والولاة بوضع نظام أكثر نجاعة لنقل وجمع النفايات الصلبة في مواقع انتقالية في انتظار تحويلها لأماكن الطمر، وأنه يترتب أن يرى المواطنون نتيجة هذا العمل في أسرع وقت. دانت وزارة الخارجية الموريتانية بشدة الهجوم الذي تعرض له مطار مدينة عدن في جنوب اليمن مباشرة بعد وصول الطائرة التي كانت تنقل الحكومة اليمنية، مؤديا إلى مقتل 26 شخصا وإصابة 60 آخرين. وقالت الخارجية إن الهجوم يقوض مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي للأزمة التي دمرت اليمن، وذكرت موريتانيا بموقفها الثابت والداعم للحكومة اليمنية في مساعيها الحديثة استعادة هذا البلد لأمنه واستقراره. قدمت جهة نواكشوط معدات ولوازم طبية لصالح مركز استطباب الأم والطفل بمقاطعة الإكسر ومستشفى الصداقة بمقاطعة عرفات. وقالت رئيسة الجهة فاطمة بنت عبد المالك إن هذه المساعدات تهدف إلى مواكبة وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة لتصدي الموجة الوبائية الثانية من جائحة كوفيد-19 ودعم المرضى المحتاجين في هذه الظرفية الصعبة وفق تعبيرها. تسلم عمدة بلدية تفرع غزين الطالب المحجوب كمية من الكمامات وقنينات التعقيم مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأوضح العمدة خلال حفل نظم بالمناسبة أن هذه الهدية تدخل في إطار المساعدات التي تقدمها الهيئة الأممية ضمن الجهود الخاصة للبلدية لمواجهة وباء كوفيد-19. أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في موريتانيا صيد كابوري وقال إن الهدية تأتي تعزيزا لمجهود البلدية الخاص بدعم الفئات الضعيفة من المجتمع. دعت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة إلى الحوار مع نشطاء المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمعيات، مطالبة بسحب مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان. ووصفت المنظمة مشروع القانون بأنه غير مقنع ويتضمن إجراءات مشحفة بحق منظمات المجتمع المدني. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت الظاهرين على الشاشة. السلام عليكم.